مشاهدينا الكرام، متابعي شاشة قناة الصحة والجمال في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من إشارة حمر. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا. موضوع حلقتنا النهاردة هو موضوع اجتماعي خالص، وفي إشارة حمر النهاردة هيسلط الضوء على الفجوة بين الآباء والأبناء في عالم التكنولوجيا. كتير من حضراتكم في الآونة الأخيرة لاحظ التصرفات الغريبة اللي عادت على أو اللي بدأت تظهر من الأطفال ومن الشباب ومن الفتيات كبار وصغار بشكل عام، وذلك بسبب الانفتاح اللي عاد على المجتمع المصري خاصة بعد ثورة يناير في سنة 2011. دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي للأسف بدل ما هي أصبحت لمصدر المعلومات ومصدر الثقافة ومصدر التنمية ومصدر المعرفة ومصدر الأخبار، أصبحت مصدر لسلبيات كبيرة جدا. وللأسف مواقع التواصل الاجتماعي أثرت على أطفالنا وشبابنا بالسلب، لأن هم تقريبا يمكن 90% من وقتهم بيتواصلوا وبيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي. فللأسف في دراسة يابانية أكدت أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بيصابوا باضطرابات كبيرة جدا، وبالتالي بتؤثر على العلاقة بين الأسرة وبين الأبناء، وخاصة العلاقات الاجتماعية، لأن معظم الوقت بيتواصلوا بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، وبيبعدوا كل البعد عن العلاقات الاجتماعية الحميمة اللي بتحدث عملية ترابط وعملية نمو في الأخلاق. النهاردة هنتكلم مع على الأسباب الأساسية والأسباب العامة عن الفجوة بين الآباء والأبناء في عالم التكنولوجيا، مع ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ وليد رشاد، خبير التربية والتعليمي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور وليد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، منورنا على شاشة قناة الصحة والجمال. شكرا. خلينا النهاردة يا دكتور هنتكلم عن الفجوة بين الآباء والأبناء في عالم التكنولوجيا. تمام. ولكن خلينا قبل ما أبدأ يا دكتور، خلينا ننوه لسادة المشاهدين على سؤال حلقتنا النهاردة ونقول: هل تواجه مشاكل بين أبنائك في مجال التكنولوجيا؟ السؤال للمشاهدين مرة أخرى: هل تواجه مشاكل بين أبنائك في مجال التكنولوجيا؟ السؤال دوت برنامج إشارة حمراء موضحه مخصوص عشان خاطر مشاركة الجمهور معنا في البرنامج ومشاركة الجمهور في القضايا الاجتماعية اللي بنعرضها من خلال برنامج إشارة حمراء. خلينا نبدأ يا دكتور النهاردة ونتكلم ونبدأ بتعريف الفجوة التكنولوجية بين الآباء والأبناء. خلينا نعرف إيه هي الفجوة التكنولوجية دي أول. تمام. بالنسبة للفجوة التكنولوجية، هو الفجوة ما بين الأجيال يا أستاذ زياد هي فجوة موجودة باستمرار، صراع أبدي ما بين الآباء والأبناء. وهنقدر نقول إن الفجوة التكنولوجية دي هي التفاوت الفكري والمعنوي بين الآباء والأجداد، بين الآباء والأبناء والأجداد، وده بينتج عنه صراع. الصراع ده أنا من خلال الصراع ده أنا بوصل لحاجة من الاثنين، يا إما بيحصل انعزال، الصراع دوت الأب عايز يفرض رأيه، الابن عايز يتمسك برأيه، فبالتالي بنوصل لحاجة من الاثنين، يا إما يحصل انعزال، لو وجهات نظرنا ما اتفقتش بنوصل لانعزال، الشاب بينعزل عن أبوه وأمه بسبب الرفض، رفضه للمواقف اللي ابوه بيمليه عليها او رفضه للمواقف اللي الاسره عامه بتمليه عليها، وده احنا بنرفضه ومش عايزين نوصل له. الحاجه الثانيه اللي هو التكامل، ان انا اوصل لاتفاق في وجهات النظر ما بين الابناء والاباء. هو تمام. ده تعريف الفجوه الرقميه. تمام. قبل يا دكتور ما نتكلم عن اسباب الفجوه التكنولوجيه بين الاباء والاولاد، خلينا دلوقتي نروح نشوف فيديو على الهواء مباشره. دكتور، فيديو بيوضح العلاقة بين الآباء والأبناء، وما شاء الله البنوتة يعني بتقلب والدها في التطبيقات اللي بتنزلها على الفيس على التاب الجديد. هو ده شكل كوميدي للعلاقة، بس ده فعلا ده حقيقي موجود، بس هم بيعالجوه هنا بشكل كوميدي شوية، انما يعني بشكل او باخر هو ده موجود ما بين الاسر وما بين الابناء الصغيرين دلوقتي. انت حضرتك اكيد عندك اولاد وعندك اخوات صغيرين، بتشوف الفروق عامله ازاي، الفرق ما بين الجيل الكبير اللي هو ما عندوش درايه بالتكنولوجيا ولا التطورات السريعه للتكنولوجيا اللي موجوده ولا ليه علاقه بالتطور اللي موجود، في حين ان في المقابل اطفال عندها 10 سنين و8 سنين بتلعب وبتتجاوب مع التكنولوجيا بشكل كبير جدا. يعني يمكن يا دكتور يعني في نقطه مهمه جدا في الفيديو اللي هو التغيير الزمني. التغيير الزمني يعني البنوتة بتقول لوالدها بأنها تنزله تطبيقات على التاب التابلت، وهو مش عارف يعني هي بتسرح بيه، هو مش مدرك اصلا، مش مدرك اللي هي بتقوله. هو ده بقى ده يعني ايه الجهل التكنولوجي اللي احنا بنتكلم عليه. اللي احنا عايزين ان هو احنا نعالجه في الحلقه بتاعتنا دي، ونوجه اولياء الامور او نوجه الاباء ازاي تعالج المشكله ديت.
تمام؟ احنا ممكن عندنا، انا يعني وجهه نظري للموضوع، لازم الاباء يتحركوا شويه، بلاش الركود اللي هم فيه ده، لازم هم يبتدوا يطوروا من نفسهم شويه. ابتدي اسال، ابتدي ايه الفيسبوك، ابتدي اعمل اكاونت على الفيسبوك، ابتدي اصاحب ابني، ايه اللي انت بتعمله، ايه انا بسمع في حاجه اسمها الواتس، عايز اعرف ايه الواتس، ابتدي اسال واعرف وبالتالي. وطبعا في دور تاني للدوله، انا احنا برضو يا دكتور يعني احنا بنلوم برضو، يعني مش كل اللوم على الاباء، لان الاب بيبقى دلوقتي مع الظروف المعيشيه وصعوبه الحياه وصعوبه الحياه بشكل عام، دلوقتي الاب بيخرج من الشغل الصبح ما بيرجعش غير بالليل. طبعا يعني مش عايزين نلومه كل اللوم، لكن هو بيبقى ايضا عليه دوره، لكن الدور الاكبر بيقع على الام في ذلك الوقت. هي احنا بنتكلم بقى على ولي الامر عموما، سواء الاب او الام. مين المسيطر في الموضوع؟ لو الام هي اللي موجوده اكتر، ما في امهات بتشتغل، لو الام هي اللي مسيطره اكتر، فاحنا بنرجع اللوم عليها، لازم هي برضو حتى الام، المفروض الاسره كلها تثقف نفسها وترجع للكلام ده كله، ان انا لازم اثقف نفسي، الموضوع يعني ايه بقى، يعني حاجه ضروريه من ضرورات الحياه، ان انا يبقى مواكب للتكنولوجيا اللي موجوده، لان دلوقتي انا عندي ابني، انا مثلا جات لي حاله في المركز قالت لي انا حصل معايا مشكله، ابني راجع النهارده بيقول لي عايز اعمل واجب، يعني عايز يعمل برنامج، يعني تطبيق مطلوب منه في المدرسه عن برنامج الباوربوينت، والبرنامج الباوربوينت للساده المشاهدين اللي عارفين الكلام ده انه تطبيق بسيط جدا وما فيهوش اي مشكله. ففضلت يعني ايه، طب ايه هو، طب اعمل ايه، طب دخلت على النت فما وصلتش لحاجه. في الاخر بقى ده وصلها لفين؟ لجأت لمكتب كمبيوتر، راحت له قالت له انا عايز اعمل كذا كذا، وفضلت قاعده لحد الساعه 2 بالليل. دي مشكله حياتيه، دي مشكله حقيقيه، مشكلة موجوده فعلا. يعني دي موجوده ودي حصلت واتعرضت عليا، واخد بعض. طب ما هو ده يعني، وقعد لحد الساعه 2 بره البيت وما نامتش وبنتها اتاخرت. طب ما هو ده يعني، دي مشاكل بتقابلنا هي. المفروض الحاجات دي تحركنا، تخلينا نروح ان احنا لازم نطور من نفسنا، ما ينفعش نبقى واقفين. بس تمام، خلينا بقى نتكلم عن الاسباب العامه يا دكتور، خلينا بقى نتكلم عن كافه الاسباب اللي عملت ادت الفجوه ووسعت الفجوه بين الاباء من الاباء والابناء، من اول دور الاسره لحد دور المجتمع المدني لحد دور الشاب نفسه او دور الابن نفسه. تمام، احنا يعني بص، على سبيل المثال للحصر، احنا ممكن نعد شويه اسباب هي السبب في الموضوع دوت. مثلا ايه اسباب تخص الاباء، سواء الاب او الام، عشان حضرتك برضو ايه تبقى يعني ما نقولش الاب بس، يعني الاب والام بيرجع لهم اسباب موجوده. احنا بنقول الاب مثلا مشغول والراجل يعني كتر خيره بينزل يجيب يعني قوت عياله والكلام ده كله، بيوفر المعيشه كويسه والكلام ده كله، بس ده برضو ما يمنعوش ان هو يبقى في تواصل مع اولاده، واخبار حضرتك ازاي. دي مشكله خاصه بالاباء. تمام، في برضو في اباء بلاقي بيجي لي بيتعرض عليا برضو اباء تانيين بيبقى عنده شويه عنف، ما عندوش حته التواصل او التفاهم مع ابنه، بيرجع له على طول اللوم، انت اللي قعدك على الكمبيوتر، انت بتعمل ايه على الكمبيوتر، هو كل حاجه كمبيوتر، طب انت اصلا ما تعرفش ايه الكمبيوتر ده عشان خاطر تلوم عليه. تمام، ويا دكتور يعني يمكن ده، يمكن اللوم الاب على الابن مثلا في ان هو مثلا قاعد على الكمبيوتر ليل ونهار، مثلا بخايف عليه ان هو مثلا ما بيشوفش مذاكرته. لكن في نقطه اخرى يا دكتور انا بلوم عليها، يمكن على الاباء والامهات بشكل عام، ودي منتشره جدا للاسف في المجتمع المصري، ان هو بيقذف الطفل بعض الالفاظ الخارجه، بيعنف الطفل بالالفاظ، بيديله الفاظ بذيئه، انت فاشل، انت مش عارف ايه، وانت وفي الاخر يا دكتور بتاثر بالسلب على الطفل ده، وفي الاخر بيجي يلوم نفسه، او بيجي الاب يلوم نفسه ان هو في فجوه بين ابنه وبينه. تمام، انت حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، اللي هي بقى يعني مجمل الموضوع اللي هو التربيه. ازاي اربي ولادي؟ هل انا يعني دايما، حتى الناس بتقول ان الاولاد مرايا لابائهم، يعني ابني مرايه ليا بره، لو انا قلت لفظ مش مظبوط في البيت هيرد عليا، هيخرج هيقوله بره، وما استغربش ان ابني مش مظبوط او بيقول لفظ مش كويس والكلام ده كله. فده ده اكتر حاجه ممكن تعمل فجوه. واحيانا يعني الابن بيتعلم السلوك الخاطئ والسلوك السيء وقلة يعني قلة الاخلاق من البيت اكتر من الشارع. ده هو البيت رقم واحد، رقم يعني بص، تلاقي الطفل حتى يعني حتى بيبقى خارج كده عن لما بيتعلم مثلا قله عدم التربيه السليمه او تربيه النشأ السليم، بيطلع بره بيحس ان هو في عالم غريب. بالظبط، يعني حتى لو هو موجود في مدرسه او موجود في وسط اسره، يروح عند جيرانه مثلا اسره سويه مهذبه، بيلاقي يحس نفسه غريب. ده هو العالم بتاعه. علماء الاجتماع قالوا ان الطفل لحد 7 سنين دي مرحله اللي هي ايه، بيقولوا ايه اللي ممكن ازرع في الطفل حاجات سواء كويسه او وحشه، اقدر ازرع فيه الصفات الحميده والصفات الحسنه، واقدر ازرع فيه كل شيء كويس لحد 7 سنين. بعد ال7 سنين الموضوع بيقل تدريجي. فانا لما ابتدي ان انا اقول لابني لفظ مش مظبوط، انا زرعت فيه
قله الادب، زرعت فيه ان انت فاشل، زرعت فيه انك انت مش متربي، زرعت فيه كل الصفات السيئه دي. فما اطلبش منك بعد كده انك الصفات الحميده يعني ما اطلبش منك انك انت بعد كده تقول لي تديني اداء كويس او تديني اخلاق بره البيت. ما انا اساسا ما اسستش الموضوع صح. واحيانا يمكن انا بشوفها قدامي وبلاحظها كتير جدا، تلاقي الاب مثلا بيقول لابنه اوعى تكذب، اوعى مش عارف ايه، وبص ليه هو يعني مثلا حد يجي لابوه مثلا يقول له مش موجود، يعني سبحان الله، يعني منين بتعلمه الاخلاق الحميده وفي نفس ذات الوقت بتعلمه السيء. تمام. يعني في مثلا، في مثل انجليزي بيقول children see children do، يعني الطفل بيشوف الطفل بيعمل. فانت ما ينفعش انك انت تكذب وتقول الطفل ما تكذبش. ده خامه، او تقول له صلي وهو انت ما بتصليش مثلا. بالظبط. ما ينفعش ما اقولوش التدخين وحش وانا ماسك السيجاره في ايدي، ما اقولوش مش عارف ايه. يعني ما ينفعش المواضيع دي كلها، لازم ابقى قدوه. الاب بالنسبه للطفل هيرو. انت عارف حضرتك انت بطل بالنسبه لابنك، انت البطل. هو مثلا انت مثلا المثل الاعلى الاوحد. ما هو انت هتجيب خبره منين قبل السبع سنين قبل المدرسه؟ هتجيب خبره منين غير من الاب والام والبيت والاخ والاخت؟ لو ما كانتش الخبرات دي كويسه ومفيده وتفيد الابن، عمره ما هيتعلم حاجه. وبرده يا دكتور في نقطه مهمه برده عايزين نتكلم في، اللي هو عدم تلبيه احتياجات الاطفال من قبل الاباء. انا برده مش عاوز اقسى على الاباء، ان برده في احيان بيكون في الظروف المعيشيه مش قد كده، ولكن دي نقطه مهمه جدا. خلينا يعني نتكلم في النقطه دي ونعرضها او نوصلها او نقارن بينها بين الاسره والمجتمع المدني. في ايه تاني معلش؟ يعني يا دكتور خلينا نتكلم، نقول ان مثلا ايه الطفل محتاج ملابس ومحتاج مصاريف ومحتاج. احيانا الظروف المعيشيه ما تبقاش يعني بتساعد الاب بتسمح لكده. تمام. فبيحصل عمليه فجوه. تمام. عايزين نتكلم بقى في النقطه دي ودور المجتمع المدني بقى في النقطه دي. انا بقول لحضرتك دلوقتي احنا يعني انا لو زرعت في ابني ان انا يعني ظروفي على قدي ما لبلوش، في ناس انا بقى بستغرب ساعات بلاقي ناس مثلا ظروفهم الماديه ما تسمحش، ويقول لي لا انا عايز اجيب لابني احسن حاجه، واجيب لابني احدث جهاز، واجيب مش عارف ايه. طب ما انت كده يعني ايه بتربيه على حاجه انك انت معاك. انت لما تربيه انك انت معاك ان شاء الله لما فاي حاجه تطلب يعني تطلب منك لازم تلبيها. انت اللي بتاسس، انت اللي بتزرع. صح. واخد بال حضرتك؟ انت اللي بتزرع الكلام ده، فطالما انت بتزرع هتحصد الكلام ده. فما ينفعش. فانا بتكلم برضو المفروض الاباء يبقى في ذكاء في التعامل مع الاطفال. تمام. سواء بان انا ادعمه بالاخوال او بالافعال او كلام. تمام. استاذ وليد يمكن هنتكلم على نقطه تانية اللي هو دور المجتمع المدني، ولكن هنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل وفاصل ونواصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وبرنامج اشاره حمراء. نكمل يا دكتور يا استاذ وليد ونقول نبدأ في نقطة مهمة برضو، تأثير التكنولوجيا الحديثة على الفجوة بين الأباء والأبناء. نبدأ بالفيسبوك. إزاي الفيسبوك يا دكتور بيأثر على الفجوة دي، خاصة أن معظم الوقت للأطفال مثلا من سن 12 سنة لحد فيما فوق معظم وقتهم بيستخدموا فيه مواقع التواصل الاجتماعي، فبيعمل حدة فجوة ما بيتواصلوش مع أبائهم وأمهم وإخواتهم وأقاربهم. تمام. فزمان كان لما يكون في عند حد شاب عنده مشكله فبيعرض على والده ووالدته، ما كانش في قدامه مساحه ان هو يعرضها غير على والده ووالدته او صديقه. تمام. لكن دلوقتي بقى يعرضها على موقع التواصل الاجتماعي، وللاسف بيبقى معرض لاخطار وسلبيات كتيره جدا. خلينا نوضح ونتكلم ازاي موقع التواصل الاجتماعي بيعمل الفجوه بين الاباء والابناء. انا عايز اقول ان مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك تويتر اي موقع تواصل اجتماعي هو سبب رئيسي في زياده الفجوه. انت عارف حضرتك اتعمل دراسه في بريطانيا بتتكلم ان الـ 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 المواطن البريطاني بيقعد 8 ساعات و41 دقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي او على التكنولوجيا بوجه عام. انت عارف ان اللي هو المتوسط ده دراسه لسه حديثه. يعني انت عارف المتوسط ده اعلى من متوسط النوم، يعني الناس دي بتقعد على يعني على مواقع التواصل الاجتماعي اكتر ما بتنام. واخد بال حضرتك؟ فبالتالي مفيش فرصه ان انا اقعد اكلم حد، ومفيش فرصه ان انا اقعد. زمان كان بقى يعني كان مصدر الالهام ومصدر زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل ان في الاب ده كان هيرو. هو مصدر المعلومات بالنسبه لي. هو مصدر اي شيء انا بتعلمه بيبقى من خلال والدي ووالدتي. فبالتالي بدا الفيسبوك يقتحم عالمنا وبدا الشباب وللاسف يا دكتور يعني بدل ما كان مصدر المعلومات والثقافه والعلم والعلوم والاخبار بقى مصدر لحاجات ثانيه جدا. يمكن احنا عارفين من معارف او من مفاهيم التكنولوجيا اللي هو معاصره الشيء.
او معاصره الواقع او معاصره كل ما هو جديد. تمام. للاسف دلوقتي يا دكتور في نقطه مهمه برضو انا عاوز اتكلم عليها، اللي هو الاغاني الشعبيه الموجوده في مجتمعنا المصري. بتلاقي يعني الاغاني الشعبيه دي حدثت طفره كبيره جدا في مجتمعنا المصري، بتلاقي الاطفال بيغنوها. يعني عندك مثلا يوسف، يعني الطفل يوسف ابو جريده اللي بيغني الاغنيه المشهوره اديني رمضان ومش عارف ايه، واغنيه منتشره جدا بتلاقيها موجوده يعني، وللاسف بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقيها موجوده بشكل كبير، وبص تلاقي ان هو طفل صغير وبيغني كده. يعني هو ممكن ما يكونش مدرك مدى اللي هو بيقوله، لكن هو بيقول لان هي حاجه سيطرت عليه، حاجه اثرت عليه، حاجه تاثر بيها، حاجه استجاب بيها من خلال المجتمع. طيب هي دي بقى مشكله بقى مواقع التواصل الاجتماعي، ان هي بتصدر لنا. احنا طبعا ما بنقولش يعني مواقع التواصل الاجتماعي ليها ايجابيات لا حصر لها، انما عايز اقول برضو ان في سلبيات. من ضمن السلبيات اللي حضرتك بتقوله ده ان انا بيوصلني شيء على الاقل خالص غير ذات قيمه. انا يعني انا بعتبر مواقع التواصل الاجتماعي من ضمن سلبياتها اهدار الوقت. اهدار الوقت ان انا بضيع وقت كتير. انا بقول لسه حضرتك دراسه في بريطانيا بتقول ان بيقعدوا 8 ساعات واحد في بريطانيا، اللي هم عارفين قيمه الوقت اكتر مننا. هو الكلام ده احنا عندنا ايه؟ اكيد 23 ساعه في اليوم. ده دي من ضمن السلبيات اللي صدرها لينا التكنولوجيا بشكل عام، سواء وسائل التواصل الاجتماعي او الانترنت او الكلام ده كله، اصبح اهدار الوقت. للاسف نقلت يعني نقلت المجتمع بقى، او سلبيات المجتمع على الفيسبوك. يعني المواقع دي زي ما بقول لحضرتك، رغم ان الطفل يوسف ابو جده والده يعني استاذ فاضل، بقول لك لما يكون بقى راجل يعني استاذ فاضل وابنه مثلا بيغني الاغاني الشعبيه. ما هو بغض النظر بقى، احنا بنتكلم على 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 دي سلبيه من سلبيات المجتمع، ان انا يطلع لي يتصدر لي حاجه زي كده. انا بقول لحضرتك دي حاجه من الحاجات اللي انا بعتبرها من الحاجات المقززه، ان انا ينتشر انتشار النار في الهشيم الاغاني البسيط اللي يعني ملهاش هدف وملهاش قيمه والكلام ده كله. يعني دلوقتي معانا اتصال يا دكتور على الهواء من الاستاذ خالد. استاذ خالد السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ خالد. معاك الدكتور خالد ابو النصر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور خالد، اتفضل. الله يخليك، احنا متشكرين على المعلومات الجميله. انا بس كان ليا اولادي، عندي ولد وبنت، عاوز اعرف ايه السن المناسب ان هم يتعاملوا مع التكنولوجيا؟ السن المناسب يا دكتور في التعامل مع التكنولوجيا؟ ايه السن المناسب للتعامل مع التكنولوجيا يعني؟ طب انت اولاد حضرتك يا استاذ خالد، اولاد حضرتك سنهم قد ايه؟ عشان نقول لك ينفع ولا ما ينفعش. في ثالثه ابتدائي وفي اولى ابتدائي. اولى ابتدائي وسته ابتدائي؟ بالظبط. طيب يا ريت يا دكتور حضرتك بس توطي التلفزيون وتكلمنا من التليفون. طب ليك اي استفسار ثاني يا استاذنا؟ لا شكرا. اي استفسار؟ تمام، شكرا دكتور خالد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. والدكتور وليد هيجاوب على سؤال حضرتك. طيب احنا عايزين نقول يا دي نقطه مهمه برضو. تمام. السن الدكتور، احنا هنقول يعني ايه، احنا مفيش دراسه قدرت يعني توزن الامور دي، امتى ادي لابني التكنولوجيا او امتى امنع عنه التكنولوجيا. يعني ما حددوش اعمار، بس كلها اجتهادات ناس تعايشت مع التكنولوجيا، زي ستيف جوبز وزي مؤسس مايكروسوفت. واخد بال حضرتك؟ دول قالوا ان انا اي طفل لحد 7 سنين بلاش، انا بقول بلاش، بعد لحد 7 سنين بلاش تكنولوجيا، بلاش الامور اللي هي الايه، ان انا اديله سمارت فون او اديله اعمل له اكونت على الفيسبوك واعرفه الحاجات دي. خلينا بعد 7 سنين والموضوع يبقى تدريجي، وبعدين برضو لازم الموضوع يبقى تحت، انا دايما بقول يعني تحت الاشراف. لا مبدا يا استاذنا ان انا لازما اي حريه بديها لابني لازما تبقى تحت مظله من الرقابه. يعني هو لغايه ما يبلغ حريه ولكن برقابة، لحد ما يبقى قادر على ان هو يتحكم في تصرفاته، اللي هو السن القانوني، اللي هو السن اللي بيبقى هو مسؤول عن تصرفاته والكلام ده، اللي هو 21 او 22 سنه، طبقا للعلماء نفس، طبقا للقانون بتاعنا، وطبقا برضه الشريعه الاسلاميه، وطبقا للشريعه الاسلاميه. الاسلام قال اضربوا 7 وعلموا 7 وصاحبه 7. بالظبط كده. بعد ال 21 سنه بقى هترميه في البحر يعمل اللي هو عايزه. لغايه ال 21 سنه انا لازم الموضوع يبقى اندر كنترول. يعني ايه؟ انا اديله الموضوع يبقى بشكل مقنن. مقنن بايه بقى؟ مقنن في وقت ومقنن في كيف. في كيف، ان انا مقنن في كيف دي اهم من الوقت. يعني انا بالوقت بقول انا ايه في الطفل، بالنسبه للدكتور خالد اللي اتصل، بنقول له ابنك اللي هو اولى ابتدائي ده يعني 6 سنين 7 سنين تقريبا، ده بلاش. يعني اظن هو يعني مش هيستفاد منها للدرجه يعني. لا هو هتبقى بالنسبه له فاني، يعني هو هتبقى مجرد العاب او مجرد احتجاج. انا ما بقولش ان انا هحرمه، بس ان انا يعني ايه بلاش يعني ايه بلاش ادخله في المود بتاع الاجهزه التكنولوجيا دي يعني يركنها يعني بلاش في السن ده. بالنسبه للطفل اللي هو 12 سنه او 13 سنه، انا ممكن اقعد ابني ساعه مثلا على 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 اي اداه بقى، سواء لابتوب سواء تابلت سواء يعني اقعده، وما فيش مشكله ان انا اعرفه على موقع التواصل الاجتماعي بشكل. تمام. يعني يمكن احنا يا دكتور دلوقتي معانا تقرير
هنطلع دلوقتي نشوف التقرير عن الفجوة أيضا بين الآباء والأبناء. تمام يا دكتور. يمكن احنا دلوقتي يا دكتور شايفين الاجهزه الحديثه وفي مواقع التواصل الاجتماعي كل ده والاطفال يعني معظمهم حتى في سن صغير. هو احنا للاسف احنا الموضوع احنا يعني ما عندناش درايه بالسن اللي احنا ممكن نتعامل مع يعني نخلي طفلنا يتعامل مع الاجهزه ديت. واحنا يعني ساعات الاب والام دي من ضمن المشاكل الكبيره جدا ان الاب والام بيجعلوا التكنولوجيا او الاداه دي اللي الطفل بيشتغل عليها بيجعلوها مصدر ان انا بسكت الطفل، يعني مصدر لهو بالنسبه له. بس ما شاء الله طفل صغير يعني هو مش عارف هو بيعمل ايه. انا بقول لحضرتك انا ابني بيعيط انا عايز اعمل شغل البيت، فبالتالي ببتدي يعني ادي له جهاز يعني تابلت او ايفون او كلام ادي له جهاز يشتغل عليه هيتلخم عني شويه يلعب يعني. بقى يعني يمكن سهران بقى هو بقى يقعد على التابلت ما هو دي احنا عايزين نريح دماغنا من اولادنا، ودي ازمه كبيره جدا ودي مشكله المشاكل. انا عايز اريح ابني من 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 يعني استريح من وجع قلبه من شويه القلب. فابتدي ايه اقول له خد الجهاز والعب بعدم توجه لا طبعا ده توجيه سلبي، وانا دلوقتي انا يعني بدخله في مخاطر لا حصر لها بصراحه. يعني حته السيطره سواء برضو عايزين نتكلم برضو ان الموضوع ما هوش ملوش علاقه بالانترنت بس، ده اي يعني مثلا انا عندي الساتلايتس والديش والكلام ده قنوات الاطفال كل القنوات، ولكن احنا بنقول الانترنت ليه خطوره شديده جدا. الانترنت والفيسبوك ومواقع دي اللي عامله بروباجندا طبعا، لان هو يعني ويمكن الاطفال دلوقتي ما بقوش يعني تقريبا معظمهم ما بيتفرجوش على التلفزيون او دي برضو يعني بيبعتوا له على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا كده من سيء لاسوء لما انا سبت التلفزيون واتجهت للانترنت. فطبعا يعني انا مش ضد التكنولوجيا، بالعكس انا يعني واخد كورسات في الكمبيوتر وعارف على درايه بكل بكافه البرامج الحديثه والكلام ده كله. بس انا بتكلم على حته ان انا يبقى الطفل او الشاب الكلام ده كله لغايه ما يوصل سن معين لازم الموضوع يبقى اندر كنترول، لازم ابقى يعني شايف ابني راح فين. فيها دكتور برضه نقطه مهمه جدا خاصه بقى دي النقطه دي بنتكلم عن الشباب بيفهموا او خاصه بعد 2011 بعد ثوره يناير والانفتاح العظيم اللي انفتح للمجتمع المصري من حريه وديمقراطيه وتطورات. دلوقتي الشباب اصبح بيعرف مضمون الحريه بشكل غير لائق او بشكل خاطئ، كون ان انا اعمل كل حاجه براحتي يعني بغض النظر عن الموضه وان هو يعمل شعره وان هو يلبس، بغض النظر عن كل الحاجات دي، ان هو مثلا يتصرف تصرف مثلا على هواه سواء بقى كان صح او غلط ومحدش يلومه ان هو محدش يتسلط عليه ان هو يعمل اللي هو عاوزه، هو كده هو كده في حريه عايش في حريه. وللاسف ده خطا شيء خاطئ، حتى ممكن يكون هو بيعمل شيء خاطئ ولكن مش مدرك ان هو شيء خاطئ، ان هو بس بيعمله تحت مسمى الحريه. تمام. في يعني ميزه من ضمن المميزات اللي بيحصل عليها الطفل من ابتداء من 7 سنين لحد ما يوصل سن اللي احنا اتكلمنا فيه 21 22 سنه. حاجه مهمه جدا ما يقدرش الطفل او الشاب يستغنى عنها اللي هي الاستقلاليه وحب الاستقلاليه. هو عايز يستقل، فاستقلاليته دي هو مش عايز اوامر من حد او نواهي، لذلك بتيجي الفجوه بقى هنا. صح. يعني والدي بيقول لي اعمل فلا انا يعني انا مستقل انا ليا شخصيه. وهو برضو المواقع التواصل الاجتماعي لعبت على النقطه ديت ان 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 ان, إن قمه الاستقلاليه ان يبقى عندي اكونت خاص بيا او ليا حساب شخصي على 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 برنامج التواصل الاجتماعي وانا بكسب الاستقلاليه، فبالتالي بقت يعني الموضوع انا بتمادى فيه. خدت حريه ان انا بقيت عندي فيسبوك وعندي موقع تواصل اجتماعي والكلام ده كله، ببتدي بعد كده ابتدي اشوف ايه لا طب انا ممكن اصعد عمليه الحريه شويه بان انا اقول مثلا لفظ مش كويس فالناس للاسف هو احيانا بيهاجم بعض مثلا شخصيات او بيبقى عاوز يفرض رايه، عاوز ان هو يتمثل او يلبس ثوب الحريه بشكله الكامل القاتل اللي هو يعمر الحريه. لا لا هو برضو يعني من رقابه برضو او من ضمن برضو مساوئ يعني احنا طبعا مع يعني مع ثوره 25 يناير، بس احنا بنتكلم ان يعني في فرضت مساوئ يعني طلعت يعني لكن خلينا اوحش مثلا سريعا كده يا دكتور، بس خلينا ندي بس نصايح بقى للناس بقى للشباب والاباء سريعا كده. طيب انا النصيحه بتاعتي، لان هو برضو احنا بنكلم الشريحه الاكبر اللي هي الاباء يعني الشريحه الاكبر اللي هي الاباء اللي هي والاهم والاهم طبعا، لان هو هيبقى يعني احنا بنتكلم هو الاب هو الخبره والشاب او الولد او الطفل ده الحماسه الحاجه اللي طالعه، وده اللي هو الصراع ما بين الاجيال. عندي صراع ما بين الخبره
الخبره الحياتيه بتاعه الاب والحماسه بتاعه الشباب والعنفوان بتاع الشباب والكلام ده. فانا هوصل ازاي؟ يعني هوصل ازاي ان انا اقلص او بالبلدي كده اردم الفجوه اللي ما بينهم؟ ابتدي اعمل ايه؟ رقم واحد لازما ولا بد التواصل. لازم التواصل والتواصل الحياتي وليس التواصل يعني الفيسبوكي. التواصل هو الاهم يا دكتور دلوقتي يعني لازم الاب يتواصل مع طبعا الطفل ويراعي رعايه كامله وياخد هو ملقاش التواصل ده موجود في الحياه فلجأ ليه بشكل افتراضي ان هو موقع الفيسبوك دي. ممكن اعمل نقطه التواصل استاذ وليد. انا بشكرك جدا على الحلقه الممتعه حقيقه استفدنا مشاهدينا الكرام انتهينا النهارده من حلقتنا. يا رب يكونوا استفدتوا وعرفتوا عن اسباب الفجوه بين الاباء والابناء. من فضلكم خدوا بالكم من اولادكم. ما احوج مصر الان الى ابنائها وشبابها الكرام المثقفين الواعيين لان الشباب دايما هم بناه الوطن وصانعي حضاره الاوطان. تابعونا دائما وابدا على شاشه قناه الصحه والجمال. بشكر حضراتكم جدا. بشكر الدكتور خالد اللي تواصل معنا النهارده. تابعونا دائما. ايت الله وحفظه والسلام عليكم.